للمزيد حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبيل أيام من انتهاء الموعد المحدد، ينضم إلينا داتوك أحمد عامر، المستشار في العلاقات الدولية عبر سكايب من لندن. أهلا بك سيد داتوك معنا. بداية، وبحسب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فإن كل ما صوت عليه الشعب البريطاني، سيد داتوك هل تسمعني؟ سيد داتوك إن كنت تسمعني أعيد عليك قراءة السؤال مرة أخرى. هل تسمعني الآن؟ الآن أسمعك. نعم، بحسب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فإن كل ما صوت عليه الشعب البريطاني في 2016 قد ضمنه الاتفاق النهائي الذي ستخرج بموجبه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال أيام. هل تراه تماما كما وصفه جونسون؟ تفضل. تحياتي لكم وتحياتي للقائمين على قناة الرافدين ولجمهوركم الكريم. أهلا بك. للأسف الشديد هذا التصور هو ما يتصوره السيد بوريس جونسون، ولابد أن يقول ذلك لأنه رئيس وزراء وأنه خاض الانتخابات من أجل هذا اليوم ومن أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي. فكانت هذه هي العلامة الكبرى في مشروعه الانتخابي الذي استطاع به أن يخرج سيدة تريزا مير رئيسة الوزراء السابقة ويحصل هو على مقعد رئاسة الوزراء. ولكن عندما نرى الذين يتحدثون من الجانب الآخر، فكما ورد في تقريركم كيف كان تعليق السيدة رئيسة وزراء اسكتلندا وأيضا أيرلندا الشمالية وأيضا ويلز، كما أن أيضا رئيس حزب العمال يقول نفس الكلام. ليس هذا فحسب، بل اليمين الذي وقف وبقوة مع السيد بوريس في الخروج من الاتحاد الأوروبي ودفعه بقوة لهذا الموقف، أيضا يعني يخرج علينا السيد فراج أمس واليوم ويقول ليس هذا الذي اتفقنا عليه. بوريس يقول ذلك لأنه هو صاحب المشروع. بوريس حاول وبقوة أن يحصل على أفضل اتفاق، ولكنه اتفاق اللحظات الأخيرة كما يقولون، وما استطاع أن يحقق أكثر من ذلك. طيب سيد داتوك، يعني إلى أي مدى ترى أن الاتفاق سيحل أزمة بريطانيا المعلقة منذ أشهر مما أنتجه الاستفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي؟ وهل سيوقف تدفق العمالة الأوروبية إلى بريطانيا؟ بالنسبة لقضية العمالة بالذات، نعم، هو مما لا شك أنه سيوقف العمالة، لأنه أي أحد يريد أن يعمل بعد ذلك من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا لابد أن يحصل على رخصة عمل وتصريح عمل وعقد عمل، وأيضا الذي يريد أن يعمل من البريطانيين في أوروبا نفس الشيء لابد أيضا أن يحصل على رخصة عمل في أوروبا. فأقول بالنسبة للعمل هذا صحيح. بالنسبة للتزاور، مما لا شك أنه 6 أشهر لازالت من حق الأوروبي أن يأتي إلى بريطانيا ويبقى فيها 6 أشهر سياحة بدون أي إشكالية، وأيضا البريطاني الذي يذهب إلى أوروبا، هذا هو الواقع. طيب بالنسبة للاتفاق، الاتفاق على وضعه الحالي، هل ترى أنه سيحل أزمة بريطانيا؟ لا، مما لا شك لا. أولا الاتفاق ليس اتفاق نهائي، بل هو اتفاق مؤقت كما قال الطرفين، كما قال بوريس وكما قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ولكن هو اتفاق اللحظات الأخيرة، كانوا لابد أن يتفقوا. نحن رأينا الذي حدث في دوفر الميناء البريطاني وتكدس آلاف الشاحنات وتكدس آلاف السائقين، أعداد كبيرة جدا أغلبهم أوروبيين، وكانت هذه الصفعة هي صفعة أوروبية أو بالأحرى فرنسية بالذات للضغط على فرنسا. والصورة هنا أن القضية قضية كورونا، ولكن الواقع الفعلي كما يتحدث الأوروبيين والبريطانيين أيضا أنه كان ضغط فرنسي قوي أو أوروبي قوي على بريطانيا حتى توقع بريطانيا بصورة تناسب أيضا الاتحاد الأوروبي. سيد داتوك، ماذا عن اليمين البريطاني الذي وصف جونسون بأنه خائن وطعن بريطانيا من الخلف؟ ما توقعاتك لردود فعله بعد هذا الاتفاق؟ أنا أظن اليمين مما لا شك ليس هذا الاتفاق الذي كان يفكر فيه اليمين، بل ليس هذا هو الاتفاق الذي كان يفكر فيه الكثير.
من قيادات ونواب حزب المحافظين الذين وقفوا مع تريزا ماي، مع بوريس، حتى يخرج تريزا ماي من المشهد ويصبح رئيسا للوزراء. مما لا شك أن اليمين لن يوافق على هذا، وأيضا كثيرين من حزب المحافظين لن يوافقوا على هذا. هذا الشيء، ولكن التوقيع على الاتفاقية في البرلمان البريطاني، أنا أتوقع أنه سيمر هذا الاتفاق، لأن بريطانيا تعبت وأوروبا تعبت والمفاوضات استمرت لفترة طويلة، ولا أتوقع أنه من الممكن الضغط على أوروبا أكثر من ذلك. المفاوضات في الأيام السابقة كانت صعبة، وصعبة بالنسبة للطرفين. نعم. طيب بشكل عام كيف ترى سيداتك اتفاق بريكست؟ هل هو النهاية أم البداية في ظل مطالبات داخلية في بريطانيا للاستقلال، ولك بأسكتلندا مثال مثلا؟ تفضل. لا، ليس النهاية للأسف. مما لا شك إن الذي وعد به السيد بوريس جونسون، وأيضا عملت من أجله سيدة تريزا ماي ومن قبلها سيد ديفيد كامرون، هم وقعوا اتفاقات عالمية كثيرة مع أكثر من 50 دولة حول العالم، أهمها الصين والهند وتركيا ومجلس التعاون الخليجي ودول كثيرة. بين بريطانيا ودول العالم اتفاقات كثيرة تريد بريطانيا أن تحققها مع بداية يناير، ولكن نحن لابد أن ندرك أنه يوجد الآن أزمة اقتصادية خانقة في بريطانيا، في أوروبا، في دول العالم أجمع، بسبب كورونا وغير ذلك. فالواقع الفعلي أن الوضع متأزم في داخل بريطانيا، طبعا اسكتلندا وويلز على رأس القائمة ورفضهم لذلك، واليمين، أنا لا أتوقع أن اليمين سيصمد أو سيسكت كثيرا. نحن نتذكر أن قيادة اليمين واليمين المتطرف في بريطانيا قد التقاهم السيد ترامب وطلب منهم الوقوف بقوة مع السيد بوريس في خطواته للخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن حتى ترامب خرج من المشهد، والآن نحن أمام بيت أبيض جديد بقيادة جو بايدن، الذي قال أنه سيرجع ويعيد علاقاته القوية مع الاتحاد الأوروبي، وكان يتمنى أن تبقى بريطانيا في داخل الاتحاد الأوروبي. فأنا لا أتوقع أن الأمور ستكون بهذه السلاسة، حتى لو تم التوقيع على أيضا اتفاقية الخروج، الأمور لن تكون سهلة لهذه. طيب في سؤالي الأخير إليك سيد داتوك، يعني هل تتوقع أن تكون هناك انعكاسات لاتفاق بريكست على العالم العربي؟ هل هذا ممكن؟ مما لا شك. لماذا؟ لأن بريطانيا في السابق كانت ملزمة بالتوافق مع دول الاتحاد الأوروبي في قضايا كثيرة جدا بالنسبة للدول العربية، وقضية فلسطين على رأسها، وقضية كشمير طبعا في الهند، والتعامل مع تركيا. لكن الآن حتعود بريطانيا كما كانت هي مستقلة في قرارها السياسي، مستقلة في قرارها الاقتصادي، لها رؤيتها بالنسبة للقضية الفلسطينية وحل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، والتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية كما كانت دائما تتكلم بريطانيا. وأيضا سنرى تعامل بريطاني تركي قوي جدا، سيعود مرة أخرى التعاون البريطاني التركي من جديد. فأنا أتوقع نعم سيكون في تغيير، وتغيير واضح جدا في السياسات بالنسبة للعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط. داتوك أحمد عامر المستشار في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.